السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم أسعد الله قلوبكم أيها الأحبة الكرام ولقاء متجدد مع حضراتكم والحلقة السابعة والسبعين حلقة اليوم بعنوان صدمة المستقبل اليوم نعيش واقع مأساوي اليوم في العراق ترى أعجب العجائب لقاء مع سياسي عراقي في التلفزيون يقول نحن الذين جئنا بعد 2003 كأننا بيدنا كيلو ذهب ولكن العدو أعطانا شقليتايا وأخذ الكيلو ذهب هناك أزمة نحن اليوم في برنامج البوصلة نهتم بالمستقبل ولكن الواقع اليومي الذي نعيشه يجعلنا نرقع الحياة اليوم في واقع الحياة اليومية المعاشة أغلبنا متعب منهك لأن الواقع يطلب منه المزيد ولكن المشهد القاتم المشهد الذي نعيشه نريد نستخلص منه مشهد جديد لحياه قادمه ومستقبل قادم لاولادنا واجيالنا واحفادنا القادمين. اليوم ضابط مرور يسجل مخالفه لسائق متهور يروح يجيب العشيره وهذا الضابط الملتزم يهان ويضرب ويقتل. اليوم طبيب يعالج ابن عائله العائله تلتزم سلوك غريب ويضرب الطبيب ويهان الطبيب في عقر داره. معلم مع طالب فاشل تشوف مشهد عجيب ان عائله هذا الطالب الفاشل يطرقون الباب على هذا المعلم والعصا التي يفترض ان تضرب الطالب يضرب بها المعلم وامام زوجته وامام عائلته. اليوم الرجل السيد في البيت الذي تاتيه العشويه من الزوجه المسكينه ما يتروق العشوية لمزاجه فتنال هذه الزوجة الضربات تلو الضربات يكسر تكسر أضلاعها ويكسر خشمها ويشوه وجهها هذه المشاهد تقول أن الواقع اليوم الذي نعيشه لا يستدعي منا أن نفكر بالمستقبل لأن الواقع بشع جدا أيها الأحبة السؤال اللي يطرحه اليوم وعنوان حلقة اليوم صدمة المستقبل أقول لك يا صديقي متى يتاح لك ويتاح لي أن نرسم المستقبل، هذا المستقبل اللي هو حصة أولادنا وأحفادنا، الدولة، مستقبل الدولة اليوم، مستقبل المجتمع، هذا المجتمع الهش الذي يتفكك يوم بعد يوم يستدعي منا أن نطرح السؤال الكبير صدمة المستقبل. اليوم إذا أردنا أن نطرح الأسئلة بشكل صحيح وبشكل واضح علينا أن نضع قواعد للسلوك فنقول: المستقبل يكون امن مطمئن حينما نخطط له من اليوم، رغم ازمات اليوم ورغم مصائب اليوم الذي نعيشه، علينا ان نفتح نافذه على المستقبل ونخطط للمستقبل. اعطيك معادله بسيطه جدا ان شاء الله حتى لا حتى لا تصاب بصدمه المستقبل يا صديقي. هل انت بامكانك ان تجعل من اولادك احسن منك؟ هل بامكانك ان تجعل حياتك اليوميه هي لأولادك أحسن من حياتك؟ هذه الأسئلة رغم بساطتها نريد نأسس من خلالها لحياة قادمة مثلا أبحاث الجامعة جامعتنا المعمورة سواء جامعة بغداد أو الستين جامعة في العراق اليوم الجامعات اليوم هل هي أفضل من جامعاتنا بالسبعينات ونريد إحنا بعد عشر سنوات أو بعد عشرين سنة كيف تكون هذه الجامعات أفضل هذه المفاضله اللي ابحث عنها حتى لا نصاب بصدمه المستقبل، نخطط من اليوم وهل هناك امكانيه ان ننافس انفسنا ونتراهن مع انفسنا ومع همتنا وحكمتنا لاجل ان لا نصاب بصدمه المستقبل. اليوم العقل الجمعي الذي نعيش معه المجتمع تنزل اليوم الى اي مقهى، الى اي تجمع، الى حتى المراكز الثقافيه. اليوم يقولون لك ليس بالامكان ابدع مما كان نحن قنوعون بهذه الحياه لا نفكر بتغييرها بل لا نملك القدره على تغييرها وانا اقول ايها الاحبه سنصاب بصدمه المستقبل التي تصفعنا يوما بيوم وتزيد من مشاكلنا وتزيد من المازق التي نعيش معها ايها الاحبه الكرام اشفيد اذا عندك افكار رائعه ولكن حياتك خساره واوهام وهزائم ويوم بعد يوم تزداد المصايب عليك وانت ما قادر ان تحقق الحد الادنى من مواجهتك للمصائب فكيف بالله عليك تواجه المستقبل؟ ايها الاحبه الكرام اليوم احنا نعيش مع تجهيزات حديثه وبالمقابل مع افكار عتيقه، سياراتنا 2020 2019 موبايلاتنا احدث ما يكون. بعض اجهزتنا الكهربائيه واجهزتنا الصحيه احدث ما يكون ولكن طريقه التفكير التي نتعامل بها في كمجتمع هي طريقه تفكير عتيقه بعض الاحيان وغارقه في في القدم احيانا كثيره. اليوم لو تركب سياره موديل ثلاثينات مثلا او اربعينات وتمسك موبايل اول ما بدا الموبايل موبايل الشحاطه وتقل لي أستطيع أمارس الحياة بهذه الأجهزة العتيقة أقول لو أنت فرد واحد بالمجتمع وراكب هذه السيارة اللي موديل 30 أو 40 ممكن على طريق الفكاهة وعلى طريق المزحة وعلى طريق أنه أنت شيء غريب الناس تتجمهر عندك ولكن تخيل معي أن السيارات اليوم كلها بالموصل موديل خمسينات كم هي المشاكل كثيرة وكبيرة مع السيارات القديمه التي نركبها اليوم مثلا، ولهذا او الموبايلات او الاجهزه في البيت، ولهذا لا يمكن للحياه ان تستمر مع سلو مع اجهزه عتيقه وقديمه، فما بالك لو تدير المشهد على طريقه تفكيرنا وكيف نعالج مشكلاتنا تشوفها لا زالت هي الطرق عتيقه وقديمه ما تصلح لهذه اللحظه الرائنة اليوم أحدنا لا يستوعب الصدمة في الحاضر وأنا أريده أن يستوعب الصدمة في المستقبل. لو نسأل سؤال ونقول المجتمع الراقي المجتمع المتمدن الحديث، المجتمع الذي يتطور، ما هي مواصفاته؟ أنا أقول أي مجتمع راقي يؤمن بالتحديث ابديت ويغير من أشيائه ويغير من أفكاره على طريقة معالجة الواقع. ساعه بساعه ويوم بيوم وشهر بشهر اؤكد لك ان التحديث في طرق التفكير هي الضمانه الاكيده لجعل هذه الحياه تفكر اولا تعالج مشكلات الحاضر وتؤسس لمستقبل جاهز للتطوير اليوم احدنا بل اغلبنا على العكس تماما هو لا يهتم بالتحديث ولا يهتم بالاشياء الدخيله علينا والجديده علينا فيتحذر من سياره جديده ويتحذر من علم جديد ويتحدث ويتحذر من دواء جديد ويقول لك اخويا المجنون اللي نعرفه احسن من العاقل الذي لا نعرفه اقلب المعادله في المجتمع الراقي يقول لك انا اؤمن باي شيء جديد دواء متطور انا اركض ورانه سياره متطوره انا اركض وراها انا احاول ان انتمي الى اللحظه هذه بكل ما تعطيني اياه من تحديثات وتطور. المجتمع الذي يؤمن بان ما هو موجود وليس بالامكان ابدع مما كان عليه ان يراجع مسلماته وقناعاته لاننا نحب ان نجعل من مدينه الموصل تشبه دبي او تشبه اربيل او تشبه اسطنبول ولكن حينما الشغله تخصك انت او تخصني انا اضع الف اسلاك شائكه والف عائق حول اي لمحه من لمحات التحديث والتمدن والتطوير اليوم في ذهننا حموله زائده من القناعات المتوارثه والسلوكيات المالوفه بالمجتمع لم نعد نصدق ان بالامكان ان نطور نفسنا ونجعل من مدينتنا مدينه قابله للتحديث وقابله للتطوير اليوم ابسط شيء يقول لك احنا ندور على شخص يخلصنا على المنقذ على المخلص وما عندنا ما عدنا قابلية أن نستقبل فكرة تخلص المجتمع مما هو عليه أيها الأحبة الكرام الحلقة السابعة والسبعين مستمرة معكم نخرج فاصلا قصيرا ولتستمر معكم الرحلة وعودة مجددة أيها الأحبة الكرام صدمة المستقبل لا نريد ان نصطدم بها، نؤسس من الان الى برنامج جديد لنعالج به المستقبل، مستقبل اولادنا، مستقبل احفادنا، هذه مهمتك يا صديقي ويجب ان تضع لك في كل يوم في كل 24 ساعه هامش من اجل اولادنا. ايها الاحبه الكرام، المجتمع المتمدن قابل للتحديث وقادر على التحديث، في القران الكريم هناك دعوه للارتقاء. وللتحديث، الله من فوق سبع سماوات يخاطبك ويقول لك: قل سيروا في الأرض فانظروا. اليوم عليك أن تش... تشاهد كل ما يحصل على الأرض في واقعك اليومي، في الأسواق، في المستشفيات، في المدارس، في علاقاتنا الاجتماعية، سيروا في الأرض، إيه؟ لماذا؟ فانظروا، فانظروا إيش؟ شباك إلى المستقبل يا عزيزي، ترسم أحلامك المستقبلية. شوف المشكلات اليومية على أرضك الحبيبة وتقول أنا يمكن أشوف مئة مشكلة وأنا أخلي أكون علاج لمشكلة أو مشكلتين فالبلد يتخلص بدل المئة مشكلة يصبح 98 و95 وهكذا أنا وأنت نساهم في أن نواجه صدمة المستقبل أه الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد قوم فبلد معين من بلاد هذا العالم كان الله يقول لك ولي هل تريد ان تحدث من حياتك؟ اذا الم ترى كيف فعل ربك بعاد وبالمانيا وبايطاليا وبهتلر وبستالين وبالقذافي وبالربيع العربي وولايه الفقيه كل هذه السلوكيات التي نعيش معها الله يقول لك انتبه لتصنع من هذا الواقع المأساوي الحزين واقع جديد مستقبل امن على الاقل ومرشح لان ننهض به ومن خلاله. اليوم وصل التحدي القراني الى ان الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: سنريهم اياتنا في في الافاق وفي انفسهم. يعني الله سبحانه وتعالى يوضعك انت في الرهان وفي السباق وفي التنافس. من خلالك ستولد ايات الله على الارض، الارض التي نعيش فوقها. الدمار والخراب الذي نعيش وسطه، وهذا الركام في الايمن الذي نعيش، مسؤوليتك يا عزيزي ان تفكر ما هي الافكار التي اوصلتنا الى هذا الخراب؟ وهل نحن باقون على هذه الافكار التي خربت علينا الحياه؟ ان انت لك قدره وقابليه على التحديث والتطوير. عليك بمراجعه هذه الافكار المستقبل يا صديقي وعنوان حلقه اليوم صدمه المستقبل ليس كله غيب مختص به الله سبحانه وتعالى المستقبل نوعان يا صديقي منه غيب وهذا الله لم يكشف الغيب حتى للانبياء لم يكشف الغيب الله مختص بكشف الغيب ولكن في منحى اخر من صور الغيب هناك شيء اسمه علم الاستشراف، وهذا العلم له قواعد مضبوطة وشروط مضبوطة وتحليلات واستقراءات ورسوم بيانات وسيناريوهات، هناك أكثر من طريقة للخروج من أي مشكلة، ولكن عليك أن تفكر بالمستقبل وتفكر بالهدف البعيد وتفكر كيف تسعى إلى هذا الهدف، وبدون أي صدمة للواقع تفكر بالمستقبل لتجعل من الحياه اليوميه الاجتماعيه التي نعيش جميعنا بها هي حياه مرفهه متمدنه. يا صديقي العزيز هناك من يخدعنا ويقول لك انا اعلم الغيب. تعال يمي وانظر الى التلفاز لما يعرض الاخ ابو علي الشيباني ويقول لك 2020 ستنهجم الدنيا و2090 كذا راح يصير وانا اعالج كذا هذا الغيب الذي مسؤول عنه رب العالمين يتلاعب به بعض الكهنه وبعض الدجاجله وللاسف الشديد هناك جمهور واسع يصدق هذا النموذج الذي هو يخرب الحياه. ابو علي الشيباني وابو علي الكردستاني هؤلاء النماذج الذين يطرحون ويصدموك بالمستقبل فيقولوا لك انت بعد كذا ربما تطيب من السرطان. بس اشرب لي هذا الدواء، وهذه دجل وهذه خرافات علينا أن لا نكون إلا أذكياء وأهل فطنة لنواجه هذا المد من الذين يبيعون لنا الأحلام الكاذبة والأوهام الكاذبة بحجة أنهم يعلمون ما لا نعلم. هناك رؤيتين يا صديقي عليك أن تكفر بهذه الطريقة الخرافية الأسطورية لهؤلاء الرجال وغيرهم مما يعرضه الإعلام. وبالمقابل عليك ان تفكر جديا وبشكل عقلاني بشيء اسمه علم الاستشراف فتقول انا امتلك كذا وكذا وعليه ولاني امتلك هذه القدرات ممكن اطور من حياتي وممكن ابدل من حياتي واصنع لي بالمستقبل مكان بين هذه الامم واجعل من مدينتي مدينه عامره تشبه اي مدينه بالعالم علم الاستشراف اليوم هو محور حلقة اليوم يا صديقي، أريدك معاي تفكر كيف نرسم المستقبل خطوة بخطوة وبطريقة عقلانية، مو بطريقة خرافية أو كهنوتية أو ما يبيعنا إياه هؤلاء الدجاجلة، سواء الدجاجلة من أهل السياسة أو أهل الاقتصاد أو أهل الأعشاب أو أي دجال اليوم يتمظهر بمظهر رجل الدين او رجل العلم او رجل الدوله ويخدعك ويخدعني ويحرمك من مستقبل ربما نستطيع ان نعمر هذا المستقبل ونحدث الحياه من خلاله واليوم بالموصل يا صديقي نرى مشاهد عجيبه تثير الدهشه ما شفناها قبل اليوم لما تتعطل الرواتب واحنا ما نربط هذه تعطيل الرواتب بالمستقبل ونفكر بالشهرين او هذا الشهر الذي بعد اسبوع راح ينطون للموظفين شهرين راتبين ولكن في صدمه المستقبل اقول لك يا صديقي ارجوك اقرا عن علم الاستشراف وقل لي بعد سته اشهر ما هو مصير الرواتب نحن لا نفكر بهذه الطريقه في الموصل قبل ايام ظهرت ظهر مشهد عجيب غريب الموصل بها مليونين شخص تجتمع 200 بنت من هؤلاء المليونين على امراه في الجامعه اتت لتفتتح من خلالها محل يبيع الماكياج لحد الان المشهد جميل جدا، بنات معجبين ببنت تبيع مكياج. ولكن ماذا حصل يا صديقي؟ اولا لنعيد ترتيب المشهد، هذه البنت لا يعرفها احد في الموصل، ولكن حينما تدقق ترى ان هذه البنت ملايين البنات يعرفوها على مستوى العالم. ولكن مو على ارض الواقع، في العالم الافتراضي عن طريق النت، يعرفون هذه البنت التي تبيع المكياج. فحينما جاءت بلحمها ودمها الى الموصل، تعجبت البنات بحضور هذه البنت التي اللواتي هن معجبات بها. تدافع البنات وصار ازدحام وصار اشكالات كبرى، وبث مباشر والتقاط صور، وهذا التدافع سبب جروح لبعض البنات ولرجال الامن فمما ادى الى ان يتشوه هذا المنظر وهذا المنظر غير المسبوق في الموصل يقول لنا في صدمه المستقبل ان البنات هؤلاء حينما يعجبنا بمشهد هو نحن لم نكن حاضرين مع البنات العلاقه لم تتاسس في هذه اللحظه التي حضرت بها البنت العلاقه صار لها سنين مع هذه وحينما حضرت أصبحت المستقبل مع هذه التي تبيع المكياج أصبح حاضراً، كأننا نقول أن مجتمعاتنا في الموصل وبيوتنا في الموصل غائبة عن ما يجري حقيقة الأمر، الشباب الذين يتابعون مطرب له مشاهدة 440 مليون مشاهدة، ماذا يقول هذا المطرب؟ لا يقول شيئاً، لماذا الشباب والشابات يلتزمن بهذا النموذج؟ هنا هذا السؤال الشباب لا يفكرون بالمستقبل الحاضر البشع لهؤلاء الشباب يقول دعني افتح نافذه على المستقبل ولا توجد اي صوره من المستقبل الا بهذه البنت التي تبيع الماكياج والا بهذا المطرب الذي يقول ما لا نقوله نحن في مجتمعنا هنا علينا ان نؤشر ان صدمه المستقبل اصبحت كارثه امام الشباب وهناك ازمه في المزاج العام علينا ان نصحح هذا الاشكال الكبير. ايها الاحبه الكرام نخرج فاصلا قصيرا ونعود معكم. وعوده مجدده ايها الاحبه الكرام وحلقه اليوم بعنوان صدمه المستقبل. قلنا هناك سياره عتيقه لا نستطيع ان نركبها. وهناك افكار عتيقه لا زلنا متمسكين بها، الفكر العتيق لما شاهدوا الناس الذين شاهدوا البنات حول هذه التي تبيع الماكياج قالوا انه الانحلال، انه الفجور، انه التاخر، وبالمقابل الشباب كانوا يقولون ليتكم تواكبون ما يجري، ليتكم تفهمون مشاعرنا ولماذا نحن نحب هذا المطرب الشاب وهذه التي تبيع الماكياج. اليوم المساحات والمدن لا تقاس بالجغرافيا، الحدود لا تقاس بالجغرافيا، إنما تقاس بالأذواق والرؤى العامة، وهناك هنا في هذه الجزئية هناك أخلاق طارئة لا يعرفها مجتمعنا. اليوم ثقافة الدليفري مثلا جديدة على الموصل، عادة الزبون يذهب إلى البائع، اليوم في ثقافة الدليفري البائع يذهب إلى الزبون. اليوم لما اقول لك ابديت في مسلسلاتنا التي تعرض اليوم، مسلسل تركي يعرضوه على الجمهور ويتوقف تتوقف الحلقه ويسالون الجمهور، هل تريدون ان يجعل البطل هكذا يمشي حتى الحلقه الجايه تكون نخرجها عبر المزاج العام والذوق العام، هذه ما موجوده لا بالسبعينات ولا بالثمانينات، كان الدكتاتور هو صاحب المطعم هو الذي يقرر. والدكتاتور هو المخرج هو الذي يقرر المشهد اليوم تغريدة لترامب مثلا تهز أسواق العالم هذه ما كانت موجودة قبل ثلاثين سنة صدمة المستقبل يا صديقي عليك أن تستوعبها اليوم لما تفكر أكبر شركة تريد تعملها وتربح أكثر الأشياء راح تقول لي أعمل معمل ما, ما السفن أو ما الطائرات أقول لك لا يا عزيزي أرجوك أكبر شركة اليوم تربح هي شركة فيسبوك عبارة عن عشرين موظف يربحون كل سنة مئة مليار دولار والشركة عبارة عن قاعة صغيرة وبناية صغيرة الزمن تطور وصدمة المستقبل لم نستوعبها اليوم في الموصل وإحنا وين والعالم وين ومن أجل كل ما سبق يا صديقي صدمة المستقبل تحدث عنها العالم الأمريكي ألفين توفلر هذا بال2016 توفي قبل كم سنة هذا الرجل كتب لنا عن صدمة المستقبل، واحد من أهم كتبه بعنوان صدمة المستقبل، وهناك كتاب آخر اسمه سلطة المعرفة. هذا يشرح لنا في عالم المستقبليات، هو هذا الرجل قام بتدريس رؤساء مثل غورباتشوف ومثل مهاتير محمد رئيس ماليزيا. هذا الرجل يقول لك كل شيء بالمستقبل بالورقة والقلم ممكن نخطط له وممكن يحصل. من مؤلفاته في عام 1980 حضارة الموجة الثالثة وسنتكلم عن الموجة وفي 2006 كتب كتاب بعنوان الثورة واقتصاد المعرفة يقول هذا الرجل وهنا علينا أن ننتبه يقول كانت الأيدلوجيا هي الشكل السياسي ومبدأ سياسي لكل دولة وسيادة كل دولة نقول الشكل السياسي يعني الشيوعية القومية الإسلاموية هي التي تصنع دولة وهذه الدولة تصنع المجتمع وثقافة المجتمع بعد أن كتب هذا الرجل كتبه المهمة في صدمة المستقبل يقول أن الاقتصاد الاقتصاد يا صديقي هو الذي يشكل الدولة ويشكل المجتمع القوة والثروة تعتمد على المعرفة وهذه المعرفة هي ثورة الاتصالات والمعلومات البنات اللي تشلبوا بهذه اللي تبيع المكياج عن طريق الموبايلات والفيسبوك ومواقع التواصل تعرفوا على عشرات الوجوه ثاني شرط من شروط اللي ذكرها الفين توفلر يقول سقوط الشمولية السياسية قبل عشرين أو ثلاثين سنة شخص واحد يتحكم بالبلد توقيع منه يدخل آلاف إلى السجن وتوقيع منه يهدم جامعات ويأسس مؤتمرات ذهب هذا الزمن يا صديقي وسقطت الشمولية السياسية صدمة المستقبل عليك أن تستوعبها ذهب الذي يقول ويأمر وينهي والناس تنفذ ثالثا التدويل المطرد للعالم اليوم أنت لما نسوي برنامج هنا في الموصل وهذا البرنامج محلي كيف تقفز من المحلية إلى العالمية الجواب أن تؤمن بما قاله ألفين توفلر وصدمة المستقبل تستوعبها اليوم اي حركه اليوم لما اقذف حجره في هذا الماء راح يتكون موجات وهذه الموجات مرتبطه وحده باللخ، انت ما تستطيع ان تفصل موجه عن الاخرى، الحياه في الكره الارضيه يا صديقي واجهت ثلاث موجات، كان الانسان يعتمد على الصيد والتقاط الثمار وما يعرف شيء اسمه الزراعه، بدات الموجه الاولى مع الزراعه وتطورت الحياه واستقر الانسان وبعد ذلك تطورت الموجة الثانية جاءت هي الموجة الصناعية هنا هذه الموجة الصناعية أنت لك عمل لك موقع بالمجتمع ما عندك عمل ما عندك قيمة اجتماعية وبالتالي هذه الثورة الصناعية خلقت مفاهيم تخلصنا من العبودية ليش؟ لأن يعني الماكينة حلت محل الإنسان فبدل ما نجيب لك ألف شخص يبلطون شارع تجيب لك ماكينة واحدة تستغني عن هؤلاء الألف في الموجه الثالثه يقول ألفين توفلر وهذا المهم اللي أريد أركز عليه في صدمة المستقبل اليوم أن الموجه الثالثه هي موجة الاتصالات وتقنيات التواصل التي جعلت العالم قريه صغيره، كبسة زر تعمل شركه، كبسة زر تطلق صاروخ، كبسة زر تحولك إلى تاجر كبير واليوم الربيع العربي قام على كبسة زر. تخيل معي أن البعزيزي في تونس لو لم تكن هناك كاميرا وهناك مواقع تواصل اجتماعي تنقل ما عرضته الكاميرا لما وجدنا أي ثورة للربيع العربي قبل البعزيزي مئات الناس حرقوا أنفسهم وما ما تغير كل شيء بالحياة الإعلام والاتصالات وتقنيات التكنولوجيا الحديثة في التواصل هي الموجة الثالثة اليوم الموصل تعيش هذه الموجة ولكن نحن مجتمع لازلنا نفكر بالموجة الثانية والموجة الأولى وهذا الذي يسبب سوء فهم ما بين الشباب وبعض الآباء وبعض الأمهات مقطع العبارة في الموصل التي خطفت من أحبائنا 200 شخص هذه الكاميرا التي صورت العبارة أسقطت المحافظ ولكن يا صديقي هناك كاميرا في أمريكا صورت شرطي يقتل احد الناس من ذوي البشره السوداء، ثاني يوم هذه الكاميرا اللي صورت المشهد صورت لنا مشهد مهم جدا، ملايين خرجوا في تظاهره لنصره المظلوم، اذا الكاميرا اليوم تصنع اشياء وتصنع ثقافه جديده، صدمه المستقبل، اليوم علينا ان نركز على ما تعرضه الكاميرات، فقد تصعد بنا الى اعلى الاعالي وقد تنزل بنا الى اسفل السافلين. الانتقال من المحليه الى العالميه ومن القوميه الى العالميه اليوم هو سؤالك والذي اطرحه اليوم اقول لك انتبه العالم يشكل قناعتك ويؤثر على ابنك ويؤثر على بنتك سواء شعرت بذلك ام لم تشعر وخذ مثال بسيط يا صديقي المجتمع منو عمرها؟ عمرها اهل الموصل وعمرتها المنظمات العالمية اليو ان دي بي قبل اسبوع السيد المحافظ يقول لا زالت تعمل منظمات المجتمع المدني مئة منظمة تعمل في الإعمار وفي الإغاثة هذا الجهد العالمي لولا أن الكاميرات تنقل من الموصل صدمة الحاضر لما وجدنا من يغيث, يغيث الموصل ويقف معها إذا يا صديقي عليك أن تستوعب الحاضر برؤية واقعية وترى ان اولادنا وشبابنا متعلقين جدا بعالم مثالي خيالي فضائي سببه الانترنت وسببه العلاقات الاجتماعيه التي تشكل ويعاد تشكيلها من اعلى نقطه بالعالم من ابعد نقطه بالعالم الى غرفه نوم ابنك وغرفه نوم بنتك الحذر من ان المستقبل اذا لم نخطط له بواقعيه فستنهار كل علاقاتنا الاجتماعيه وسيباع المزاج في الاسواق ونخسر كثيرا اشياء لا نريد ان نخسرها ايها الاحبه الكرام بكم ومعكم ولكم برنامج البوصله متواصل التقيكم في حلقات قادمه واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته